ربنا إننا آتيناك تائبين فاغفر ذنوبنا وتقبل دعانا واجعل اللهم حوائجنا بعفوك تنقضي وامنن علينا بصحبة الشهداء. أيها الجمع الطيب المبارك، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وقال لقمان الحكيم لابنه وهو يوصيه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك واستمع إليهم بأذنيك. فهيا بنا لنستمع إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة، كلمة العلم والعلماء، التي يلقيها علينا الشيخ محمد عبد المنعم العجمي، فليتفضل مشكورا. الحمد لله يا عم. يا رب يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا وأعد النار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا وأنزل على نبيه وحبيبه قولا بهيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله إذ المرء لم يلبث ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان النبي فيها حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي أما بعد أيها المؤمنون الكرام استمعنا منذ قليل إلى آيات بينات من آيات سورة آل عمران شاءت إرادة الحق سبحانه وتعالى أن تذكرنا بقوله وما محمد إلا
رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. ففي هذه الآية القرآنية المباركة تهيئة لقلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذان برحيله. فبعدما أن خاطبه الله تلميحا في سورة الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فناداه الله بأسلوب التصريح في موضع آخر من مواضع القرآن الكريم قائلا له إنك ميت وإنهم ميتون. ثم أراد الحق جل وعلا أن يهيئ قلوب الصحابة لاستقبال نبأ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا وما محمد إلا رسول، وشأن كل رسول ألا يبقى طويلا، فبقاؤه بمقدار تبليغ الرسالة التي كلف بها. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا عيسى عليه السلام، وبين البدء والختام عدد الأنبياء والمرسلين كما عدهم العلماء والمحدثون 120,000 نبي ورسول. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، جاءوا ورحلوا بعد أن بلغوا شرع الله لأقوامهم أفإن مات أو قتلا. فما الفرق إذن بين الموت والقتل؟ والشيء لا يعطف على نفسه، فالعطف يقتضي المغايرة. فما هو الموت وما هو القتل؟ الموت ذهاب الروح مع بقاء البنية سليمة صحيحة قابلة للحياة، أما القتل ففساد البنية أي الجسد مما يستحيل معه بقاء الروح في هذا الجسد الفاسد الممزق. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، انقلبتم بعد إيمان، انقلبتم بعد إسلام، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. المقام مقام صبر، ولكن هناك مقام شكر أعلى من مقام الصبر، لذلك قال الله وسيجزي الله الشاكرين. فهيا بنا لنطل على بيت النبوة مع الساعات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون سلوى وتكون
مرض رسول الله واشتد مرضه، فقال له احد اصحابه: انك توعق يا رسول الله كما يوعق الرجلان، اي تتألم كما يتألم الرجلان منا. فقال: نعم، اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الصالحون، ثم الامسل فالامسل. واشتد المرض على رسول الله، وكان بجواره اناء به ماء وقطعة من القماش يبللها بالماء ثم يرطب بها جبينه، ويقول لاصحابه: الا ان للموت لسكرات، اللهم هون علينا سكرات الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق. جاء جبريل الى رسول الله ومعه ملك الموت، وقال له: يا محمد، ان ربك ارسلنا اليك وقال لنا: اخبر حبيبي محمد، ان اراد خلدا وبقاء ابقيناه، وان اراد رحيلا توفيناه الينا. فنظر رسول الله الى جبريل فقال له جبريل: يا رسول الله، ان ربك يشتاق الى لقائك. فقال سيدنا محمد: وانا اكثر شوقا للقاء ربي، ادن يا ملك الموت. فدنا ملك الموت ونادى على روح رسول الله: يا ايتها النفس المطمئنة، ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وكان ابو بكر قد استأذن رسول الله ليزور اقارب له في اعالي المدينة، فلما سمع نبأ وفاة الحبيب محمد جاء اليه وكشف الغطاء عن وجهه وقبله بين عينيه وقال له: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج الى الناس وقال: يا بلال، انصت الي الناس. سيدنا عمر بن الخطاب ما صدق بوفاة النبي، وسيدنا علي ما صدق بوفاة النبي. وكان رجل من الأنصار لما سمع نبأ قبض رسول الله الله قال: اللهم إن كنت قبضت إليك رسول الله فاقبض إليك بصري حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله. خرج أبو بكر الصديق وقال: أيها الناس، تصحيح العقيدة أكبر من كل شيء. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الحق جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. اختلف الصحابة كيف يغسلون رسول الله، هل يجردون رسول الله من ثيابه أم يغسلون رسول الله في ثيابه؟ فأخذتهم سنة من النوم، وإذ بمناد ينادي على القوم: لا تجردوا رسول الله وغسلوا رسول الله في ثيابه. من باشر غسل رسول الله؟ نقول هذا القول للأبناء وللإخوة الذين يترفعون عن مشاركة غسل الآباء
غسل الأبناء أو غسل الإخوة من غسل رسول الله؟ إنهم آل بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. العباس عمه، والقسم ابن العباس ابن عمه، والفضل ابن العباس ابن عمه، وعلي ابن أبي طالب ابن عمه وصهره، ومولى رسول الله. ولما انتهى القوم من غسل الحبيب، أين يدفن النبي؟ الأنبياء والمرسلون أينما قبضوا يدفنون. الأنبياء والمرسلون أينما قبضوا يدفنون. فرفعوا سرير رسول الله، وحفروا روضة رسول الله، ثم باشروا دفن جثمان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في حجرة من؟ في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فلما فرغوا من دفنه، نادت ريحانته السيدة فاطمة: يا بلال، لبيك يا ريحانة رسول الله، كيف هانت لكم أنفسكم، كيف طابت لكم أنفسكم أن تجعلوا جسد رسول الله في التراب. فماذا قال لها بلال؟ قال: والله يا ريحانة رسول الله، لو استطعنا أن نرفع أباك إلى السماء لفعلنا، ولكن الله أنزل على أبيك قرآنا يتلى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. حجرة السيدة عائشة أفضل حجرات الناس جميعا، لأنها آوت جثمان الحبيب محمد. وبعد وفاة النبي، وبعد أن مضى عامان على أمة النبي، مات أبو بكر الصديق، فدفن بجوار صديقه وحبيبه رسول الله. فكانت السيدة عائشة تدخل عليهما في روضتهما حاسرة عن شعر رأسها بلا غطاء. فلما طلب عمر بن الخطاب أن يدفن بجوار صاحبي، أرسل إليها وهو في حياته وملكه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يستأذن على زوجة رسول الله أن يدفن بجوار صاحبي. ولما جرح سيدنا عمر في صلاة الفجر شهيد المحراب والصلاة، قال لابنه عبد الله: اذهب إلى أم المؤمنين عائشة ولا تقل لها أمير المؤمنين يستأذن عليك، ولكن قل لها عمر بن الخطاب يستأذن عليك أن يدفن بجوار صاحبي. فقالت السيدة عائشة: والله لقد كنت أوثر نفسي بما بقي من حجرتي لأدفن بجوار زوجي وأبي، ولكنني أوثر ما طلبه أمير المؤمنين على ما تهواه نفسي، فجيء بجثمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ودفن بجوار رسول الله وأبي بكر الصديق. ولذا لما زار البصيري روضة رسول الله،
أنشد هذه الأبيات: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، وصاحباك لا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته يوم الزحام إذا ما زلت القدم. ولما ذهب إمامنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمود أحمد هاشم إلى زيارة جده في روضته، وقف أدبا بين يديه وفي حضرته، وأنشد إلينا أبياتا يقول فيها: نظرت إلى قبر النبي فهالني، جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت: إذا كان الجدار منورا ما بال جوف القبر، ما بال من به، وما بال ترب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إذا ابتليت بمصيبة فاصبر لها وتجلدي، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإن شئت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالحبيب محمد. نسأل الحق سبحانه وتعالى في جمعنا هذا، في يومنا هذا، ونحن نودع عاما هجريا من تاريخ البشرية، إن كنا نودع عاما فشاءت إرادة الله لنا أن نودع مع العام أما وأختا كريمة عاشت بيننا الحياة بيسرها وعسرها وحلوها ومرها، فما علمنا عنها إلا خيرا، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا عن الغيب حافظين. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يوسع قبرها وأن يكرم منزلها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجعلها في قبرها آمنة مطمئنة، يأتيها من ريح الجنة ومن طعام الجنة ومن شراب أهل الجنة، واجعلها في قبرها آمنة مطمئنة. اللهم احشرها في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، واسقها من حوض رسول الله شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. وقبل أن أبرح مقامي هذا، أسجل شكري وامتناني لفضيلة القارئ الكريم فضيلة الشيخ محمد العسوي الذي آثرني على نفسه، شكر الله له أدبه وأدام عليه نعمة العلم والأدب، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شاكرا للعالم الجليل الشيخ محمد عبد المنعم العجمي على هذه الكلمة الطيبة المباركة.
كما تقدم بجزيل الشكر لمن حضر أثناء هذه التلاوة. تقدم بجزيل الشكر إلى سيادة النائبة الدكتورة مروة هاشم عضو مجلس النواب، كما تقدم بجزيل الشكر إلى سيادة الرائد محسن بك عطوة، كما تقدم بجزيل الشكر للمستشار السيد هاشم والمستشار محمد الجدي والعمدة عادل برهان، كما تقدم بجزيل الشكر إلى أخي الحبيب الشيخ وجيه أبو هاشم، كما تقدم بجزيل الشكر إلى الشيخ نعيم المسلمي، كما تقدم باسم آل رفاع الأكرمين آل ماجد وآل مرسي وجميع العائلات التي تربطهم بهم نسب وصهر، يشكرون كل من أداهم واجب العزاء في الفقيدة الراحلة. كما تقدم بجزيل الشكر إلى فريق العمل المتعاون معنا في هذا اللقاء، مكبرات الصوت العالمية الحديثة الكبرى أولاد المرحوم الحاج محمد عبد العال المقيمين بكفر حمودة مركز هيهيا، كبرى قصور الضيافة ومخازن الفراش الحديثة الكبرى، دار الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي المقيمين بشارع فاروق، لؤلؤة الأنوار ومحطات الديزل الضخمة المتنقلة عبر جميع المحافظات، أولاد عبد الوهاب وسعد المقيمين ببيشة قايد، خدمات الأعمال الفندقية المميزة المتر ميدو الدولي المقيم ببنايوس مركز زقازيق بمحافظة الشرقية، مخرج الهواء والتصوير عميد المصورين بالشرقية المصاحب لكبار قراء جمهورية مصر العربية، صاحب التميز والإبداع المهندس ناصر صلاح المقيم بمركز ومدينة الزقازيق. كما أتقدم بجزيل الشكر لأصحاب الواجب في كل مكان، الحاج أحمد مصعب أبو رحاب والحاج كامل الرشيدي والمعلم عصام العنتبلي، كما أتقدم باسم الأستاذ تامر حمام أبو مرسي والأستاذ كريم حمام أبو مرسي والأستاذ إسلام حمام أبو مرسي وباسم الحاج محمد عبد العظيم رفاعي والحاج محمود عبد العظيم رفاعي والحاج وليد عبد الرحمن محمد عمر رفاعي والحاج علي كمال رفاعي والحاج حامد إبراهيم مرسي، ومشاركين أيضا الحاج عبد النبي علي مرسي والحاج محمود علي مرسي، ومشاركين أولاد المرحوم عادل أبو هاشم وباسم المهندس كرم الرفاعي والحاج محمد عبد المنعم رفاعي والحاج محمود أبو كمال رفاعي وجميع العائلة الكريمة، وأعتذر عن الخطأ والسهو والنسيان وأعتذر عن عدم ذكر جميع الأسماء، فجميع الحضور كلهم عظماء ووجهاء. أيها السادة